cara. انا بدي اعبي من الجنب الثاني هناك دورك مي مي ما جابونا شو افتح ايوان على من الجنب الثاني قاعد هي نحاول شوية بس انت 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 شوف عينك ها شايف وصبح شلون طامتين لا اقطع لا اشل لا شيه لا خيمه دحجه اريد خيمه نقعد بها خيمه لا دفيه لا حطب لا شيه ما عندنا غير الحمد رب العالمين نطلب من الله اول شيء ومن الامم المتحده تحترف علينا وتدزلنا شيء ننام شيء ننام ناكل شيء ندفي عليه نطلب من الله اول شيء ومن الامم المتحده تحن علينا تحجي شلون وشلون وضعنا تحجي شلون تحجي قدامك تحجي قلب العزبة تحجي شلون لا تخطط لا لا لا
ليلة البارح ليلة ما قمضنا لا احنا ولا الاطفال ولا الليل كله مطر وهواء والخيام وقعت وطلع شوفت عينك الخيام شلون وقعت بالارض ووحل وما منا النام ولا حد بين علينا وليلة اسود منهم ابوه يعني مرت علينا شغلة كبيرة امطار طلعها صارت بعبات بالخيام على الفرش ما واحد ما حد نام نشيل من هنا نجيب على هذا ختيار هنا معسمة جيناها شلناها حطيناها نصيح بالجوامع يا اهل الخير افزعونا ما حد بين علينا لا منظمه ولا حدا ولا موحود يعني هذا اشوفك يعني شو بدي اشوفك الوضع شوفت عينك انت قدام الدنيا كلها تحشي شلون تحشي الخيمة هذي راحت الختيار هنا عسمت الوضع اسود يعني اسود من هيش ما هو طين الفرش طين الفرش مي المخاد ماي الخيم ماي حطب ما ابو تدفئه ما ابو ولا شيء لا مساعده ولا شيء ولا شيئتين يعني شو اقول لك اسود هالوضع لا سولفني ابو يعني ما في امم متحده ما بحقوق انسان ما ابو شيء يبين علينا يشوفنا ولا واحد يبين علينا يشوفنا شو هذا بهالوضع هذا لا طريق لا شيء لا شيئتين ختاير الله وكيلك منه ما تقدر تقوم الحزين الله وكيلك ختاير ما تقدر تحرك الحزين قايم قبل الببرج شياب قبل الببرج عالسمات يا اخي والله العظيم انه هذا بحياتي ما مرت شو هذا مو شغل له عمل ما حد يبين علينا ما حد يجينا لا اسئلة اقول اسئلة ماني ابوه يشوفون بس يقول تدفئ يجيبون شيء شياتين عسمت العجاوين والنساوين الليل كل الخيام طارت لا يا اخي شو اقول لك هذا الوضع اللي عندنا احنا قدام الدنيا كلها احنا ما احنا ان شاء الله قضيه كومبارس وتمثيليات احنا ما تمثيليات احنا عندنا حقيقه بس يا خي والله احنا ده جانا هالمطار والطوف والهني واطفال ده صغار وقب علينا هالعزبة لا عنا خيمة لا عنا براكية لا عنا حطب لا عنا مية لا عنا اكل للولاد ده اولاد صغار ده تدفئ لباس الهم ما عنا شيء ما عنا والله ما عنا شيء شياتين والله ان وضعنا سيء لاخر درجه والله يا شلون حالنا ساعدوا الله يساعدكم ان شاء الله ويعطيكم العطاء اي والله ويوفقكم ويمشي ايامكم ساعدوا لنا داحج انا عايزه والله ما عندي لولو مليم الله يساعدني يعني اروح عند الدكتور الجنازي يوجعني ما عندي لا حمامات لا حمامات لا ميه لا شيء والله غير والله يعني ذهب الملح بالمره يساعد وشوفت عينك يعني أزول ما فاتت على البيوت الله يسعدك يا حبيب قلبي يحبكم اجر من الله ومن الله جزاهم الخير يا ابو العالم الله يجزاهم خير يا الله يسلم خيو تعال شوف لي هالخيمة اللي بالليل طافت علي وعلى بنيات وأنا أرملة عندي بنيات داحج لحد لا لي حدا لا لي موحود تعال شوفوا بعينك المي شنو خشت علي وعلى البنيات وهبطت علينا الخيمة تعال شوف هذين البنيات أها دحج المي قبال عينك دحجت لنا وأنا مدحوس دحج ها ها قبال عينك شوف شلون المي دعقت علينا قبال عينك لحد جانا لا ما شفنا حدا ما شفنا حدا ما شفنا موحود اها قبال عينك الخيمة دحج شلونها والمي الليل كل الشر علينا من الخيمة اسلوب دحج قبال عينك الروج اسلوب لا شفنا خيمة لا شفنا براكية لا شفنا شية دحج اها قبال عينك الروج اسلوب ها هذي تدفي بشته ما حد تعرف علينا ولحد جانا وريد دحج نطلب من الامم نطلب من العالم اللي شايف وضعنا شلونه انهم يفزعون علينا ويشوفون بهاي حاله دحج شلون حالتنا ناقصنا لا حطب لا صوابي على هالنار ذي دحج شلون صارت عدا نص شته على هال النقره ذي تدفيت البنيات زياده للبرد لبحنا وطت علينا الخيمه البرد بحن بالليل والله العظيم انه متنا المي
دشيت علينا على البيت والله.